السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. أخبار صحتك عمك؟ الحمد لله يا عمي. يا شيخ عايز استفسر منك بس على سؤال بعد إذنك يعني. تفضل. أنا مسافر برا ومتجوز وعندي أولاد. وعايش مع الوالد والوالدة. أيوه. ففي يوم المدام كانت عايزه تروح عند اهلي وقلت لها طيب ماشي بس نخلص الشغل الاول في البيت عشان ابوي وامي كبار وما زعلوش. ويوم ولا اثنين بروح بعدها كمان قلت لها روح اقعد يوم او اثنين عند اهلي بس ما تطوليش. قالت لي لو ما رحتش النهارده مش هروح. طيب. وقلت لها ما تصمميش وتركب راسك. وبعدين؟ مش فاضي وعندي شغل. المهم شدت معاها في الكلام. وقلت لها لازم تروح النهارده، قالت لي لا مش هروح، انت توديني بمزاجك وديتني بمزاجك، شدينا مع بعض وقلت لها لو ما رحتيش النهارده هطلقك، قالت لا انت مراتك هتطلق ما تطلقش مش همشي، قلت لها حلفت عليها لاني قلت لها لو ما مشيتيش من البيت بنحرم عليها زي امها. ايوه بعدين؟ فخدت ما مشيتش. ايوه قالت عفوا قلت لها لو ما مشيتيش من البيت لو ما مشيتيش ولا لو مشيتي؟ لو ايوه ما مشيتيش لو ما مشيتيش وفضلت تبقى حرام على زي ام اختي. خالفت يمينك؟ خالفت اليمين وقالت لي مش همشي. بلك بلك قلت لها خلاص روح وانت بالك. ايوه وبعد ذلك ماذا تريد؟ اللي رد اليمين ولا ايه النظام؟ هذه اول تطليقه؟ لا الثانيه نفس الكلام كده برضه وانا مسافر وانا مش قصدي ان انا اقول لك. لا واقع ما تقولش قصدي ولا مش قصدي هذه واقع لكن انا بسالك الان هي التطليقه الثانيه صح كده؟ اه اولا عليك كفاره ظهار لا تجامعها حتى تصوم شهرين متتابعين ان عجزت اطعمت 60 مسكينا. ثانيا محسوبه عليك تطليقه وإذا أردت أن تراجعها إذا كانت العدة لم تنتهي لك أن تقول لها راجعتك وتشهد اثنين على ذلك. كلام واضح؟ واضح. بارك الله فيك.